طب بقولك ايه، ما تخلي قبلتك تأمر لنا بكوبايه شاي. ايه قبلتك دي؟ هو انا خالتك؟ خلاص اسفين، خلي الهانم تأمر لنا بكوبايه شاي. اعملي له شاي وهاتي له انجلش كيك وحضري عشاء. يلا ما تسيبيهوش على لحم بطنه. يلا حاضر، انا هجيب كل الحاجات اللي قلت عليها، بس بلاش الانجلش كيك عشان خاطر هو خلص. مين اللي اكل الانجلش كيك؟ اقسم بالله ما انا. امال مين؟ الله يرحم، الله يرحم المشه بدود اللي كنت بتفطري بيه الصبح. لا بصراحة يا أبلة، برضو أبلة؟ قصدي يا هانم، يعني الظلم وحش، أنا اللي كلت الانتش كيك عشان كنت جعان، بس والختمة الشريفة هدفع حقه. بون أبيتي. هو إيه الأبو بوتي دي؟ أنا ما أكلتوش، كان فين في التلاجة؟ سي امبوسيبل. ألف هنا على قلبك، هروح أنا أعمل الشاي، عايزين حاجة؟ مين دي؟ صوت مين ده؟ صدفة. صدفة؟ أمال اللي بقيت تتكلم بالطريقة دي؟ إيو إيو إيو.